السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استكمالا للحلقة الماضية حول الرياضة الفلسطينية ودورها في لم الشمل بين أبناء الوطن الواحد، وكذلك المشاركات التي أحدثت تأثير قوي للسلطة الفلسطينية والدولة الفلسطينية على مستوى العالم من خلال المسابقات، تحدثنا أيضا عن بعض المكونات والخطوات التي تم اتخاذها سواء منذ تأسيس أول نادي فلسطيني عام 1908 أو رفض طلب العضوية لليهود المدعين للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، وكذلك إسهامات الاتحاد الفلسطيني بالحصول على العضوية في 1929 والشكوك حول هذا الموضوع، ثم تأسيس الاتحادات الفرعية التي ضمت 43 فريق. بعد عام 54 أغلقت الأندية الفلسطينية لأسباب سياسية، وبعدها في 1986 تم تشكيل المجلس الأعلى لرعاية الشباب، حيث ساهم بدوره في الانضمام لعضوية بعض الاتحادات الإقليمية والقارية وكذلك العربية. هذا كان مشهد يلخص التواصل الذي تم خلال الفترة الماضية. طبعا كان للدعم العربي للقضية الفلسطينية بشكل عام والرياضة الفلسطينية على وجه الخصوص دور كبير في تثبيت أقدامها لدى العديد من المنظمات الرياضية، سواء كان بفتح أندية في بعض الدول مثل دولة الكويت، حيث احتضنت دولة الكويت في تلك الفترة ما يقارب من 13 ناديا فلسطينيا ويحملون يمكن نفس المسميات التي كانت موجودة في فلسطين، بدعم طبعا وتوجيه من المغفور له المرحوم فهد الأحمد الجابر الصباح رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية ورئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم في تلك الفترة. كذلك الحال بالنسبة للعراق، العراق أيضا فتحت أبوابها وأسست بعض الأندية الفلسطينية بتوجيه من اللجنة الأولمبية طبعا العراقية وهيئتها الإدارية، وكان ذلك أيضا منح مبنى نادي الأمة العراقي لاستخدامات نادي فلسطين وإدارة نشاطه الرياضي أيضا في تلك الفترة. في الأردن أيضا تأسست العديد من الأندية، ويمكن أحد الأندية العريقة التي ما زالت تنافس على البطولات هو نادي الوحدات، انشأت طبعا في العديد من المخيمات الفلسطينية في تلك الفترة. الدعم العربي للقضية أيضا الفلسطينية أتى ثماره من خلال حصول فلسطين على عضوية اللجنة الأولمبية الدولية والمشاركة في الأولمبياد في أكثر من دورة، كذلك قبول العضوية المؤقتة منذ عام 1993، وبعد ذلك طبعا تم إدراجها كعضو في اللجنة. دعوت أيضا اللجنة الأولمبية الفلسطينية في كل دورة من هذه الدورات إلى المشاركة فيها. كذلك استعادة الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم عضويته في الاتحاد الدولي لكرة القدم عام 1998 العضوية الكاملة، ولو كان هناك بعض التحديات التي كانت تواجه الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، من ضمنها استقطاب الفرق للعب في الضفة أو كان مشاركة الرياضيين الفلسطينيين من داخل القدس وخروجهم أو من غزة إلى الضفة، أي حركة اللاعبين، وصار هناك كثير من المناوشات حول هذا الموضوع وتم التطرق له في الجمعية العمومية للفيفا، وتم تشكيل لجنة برئاسة رئيس الاتحاد الدولي في تلك الفترة من أجل إثبات تلك الحقوق. وهنا لابد التوقف عند شخص سيد جبريل رجوب، هذا الشخص الذي سعى بدعم عربي ومن خلال تواجده على منصة اللجنة الأولمبية الفلسطينية والاتحاد الفلسطيني لكرة القدم إلى انتزاع حقوق الرياضة الفلسطينية من عدة منظمات، وكان له دور أيضا كبير قبل ذلك في العديد من المواقف.
بطبيعة الحال هناك بعض التواريخ التي يجب أن لا ننساها ونحن نتعرض إلى موضوع الرياضة الفلسطينية. عام 1970 انتقل المجلس الأعلى للشباب والرياضة من الأردن إلى لبنان، واتخذ دور المؤسسة الرياضية المتكاملة التي شكلت أكثر من 120 نادي منضوي تحت لوائها. كذلك تشكيل أول منتخب فلسطيني لكرة القدم، مما سهل الانتقال مع العديد من الفرق والمشاركة في البطولات. تأسيس وزارة الشباب والرياضة الفلسطينية في رام الله عام 1994 والقيام بدورها بشكل كبير جدا. نتوقف عند هذا الحد، والحديث عن الرياضة الفلسطينية وتاريخها طويل جدا، ولكن حبينا نأخذ بعض الإضاءات والتوقفات عند هذه القضية. شكرا لكم وإلى اللقاء.